أهلا بكم متابعي قناة الجزيرة، الجزيرة مباشر في هذا البث الحي الذي نذيعه من العاصمة الفرنسية باريس، من داخل معرض الطيران الدولي القائم الآن في باريس، وهو أحد أعرق المعارض المقامة في العالم بخصوص الطيران. قطر كانت لها مشاركة قوية في هذا العام وككل عام، وحصدت أيضا خلال اليوم عدة جوائز أيضا بحضورها مع الخطوط الجوية القطرية. اليوم لدينا لقاء فيه تفاصيل أكثر عن النقل والمواصلات بالنسبة لدولة قطر ومشاركة الخطوط الجوية القطرية هنا في هذا المعرض العريق في باريس، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات القطري. أهلا بك. أهلا وسهلا. بالنسبة لمشاركة قطر في هذا العام في هذا المعرض الدولي ومعرض عريق هنا في العاصمة الفرنسية باريس، كيف تقيم المشاركة القطرية خاصة الخطوط الجوية القطرية، هي الخليجية الوحيدة التي شاركت بطائرات الأحدث في هذا المعرض؟ صحيح، وهذا ما يميز صراحة هذا المعرض. احنا نشارك كل سنتين في هذا المعرض، من صار المعرض لبورجيه، وخصوصا هذه السنتين اللي فاتت شاركنا مشاركة فعالة جدا، إيمانا منا أن الخطوط القطرية وصلت إلى مقام العالمية. يمكن أنا شهادتي مجروحة لأن أنا أمثل قطر وكذا، لكن هي وصلت للعالمية، فمن حق العالم أجمع مشاهدة الخدمات التي تقدمها القطرية، خطوط الرحلات اللي توصلها في كل مكان. فهذا شيء في دولة قطر يجب إبرازه، أن احنا وصلنا، دولة قطر وصلت إلى العالمية من خلال الخطوط الجوية القطرية، وكذلك مجالات أخرى كثيرة، لكن الخطوط القطرية متواجدة في هذا المعرض مثل ما شفت أنت وشافوها كل الناس المتواجدين، وكذلك حصدت جوائز عن استحقاق وجدارة في هذا المجال. جوائز سكاي تراكس التي حصدتها اليوم. بالنسبة إلى، ننتقل إلى تطور المواصلات والنقل داخل قطر، مشروع الريل أو المترو كان الأحدث انطلاقا خلال الفترة الماضية، الحديث عليه كثير في وسائل الإعلام، الثناء عليه. حدثنا أكثر عن المشاريع المستقبلية ومتى سينتهي هذا المشروع تحديدا؟ لا شك أن تم افتتاح الخط الأحمر، وصار ليس تدشين فعلي له، إنما تشغيل تجريبي للخط الأحمر، وبدينا في تشغيل المرحلة الأولى كاملة من الخط الأحمر، ومن بعد ذلك في نهاية السنة تقريبا سيتم افتتاح خطين إضافيين اللي هما الخط الأخضر والخط الذهبي، وسيتم عمل اكتمال المنظومة، منظومة النقل المتكامل لدولة قطر، كذلك الفيدر باصز أو هو الباصات التي يستقلها الركاب بعد ما يستقلون المترو للأحياء والمستويات، بالإضافة إلى باصات النقل العام. أحب أضيف شيء، أن الباصات التي سيتم استخدامها هي تقريبا أغلبها باصات صديقة للبيئة، سيتم إطلاق منظومة جديدة تعمل بواسطة الكهرباء. احنا أطلقنا عدة باصات تعمل بالكهرباء، لكن الآن سيتم هذه الزيادة وصولا إن شاء الله إلى نسبة ما يقارب من 25% إلى 30% نسبة الكهرباء خلال 2022، وكذلك تطبيق لرؤية قطر 2030 أن تكون دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الطاقة البديلة ومواكبة للمواصفات البيئية. مواكبة للمواصفات البيئية، احنا بندخل في 2021 سواء كان في الطيران او في البحر، ان رفع المواصفات لقدرة الطيران وقدرة المراكب البحرية لتتواكب مع المنظومة الأوروبية الجديدة. وانا اؤكد لك من الان ان دولة قطر هي واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال. طيب، سنذهب إلى مطار حمد الدولي والجوائز التي حصدها، ولكن الملف الأبرز الذي يتساءل عنه دائما الجمهور العربي وفي الداخل القطري بشكل خاص هو ملف الحصار، تخطي أثار ملف الحصار، الإنشاءات الضخمة المتسارعة في السنوات الأخيرة وسرعة إخراج المشروعات، كيف توصفها وتقيمها بعد مرور سنتين من الحصار؟
لا شك أن هذا الحصار الجائر من بدأ على دولة قطر لم نهتم كثيرا خصوصا في وزارة المواصلات والاتصالات بمواكبة الحصار كنوع من الحصار، إنما هو هدف أعطانا دافع للتقدم إلى الأمام. كما تلاحظ راهنوا أو راهنت الناس على عدة المشاريع سواء كان في النقل أو في الدولة بتوقفها أو تعطلها أو تأخرها، لكن الحمد لله بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو حفظه الله والحكومة كاملة، المشاريع ليس انتهت منها الدولة بتواريخ، إنما معظمها قانت قبل التواريخ، فكان هذا دافع جدا قوي عندنا بإنجاز المشاريع بتخطي كل المراحل اللي كانت يعتقد أنها بتأخر دولة قطر أو بتأخر منظومة النقل. كما تشهد الآن أنت وسألتني عن مترو الدوحة، كان المفترض رسميا جميع الخطوط تفتح في 2020 بداية يناير 2020، احنا قبل شهرين دشنا الخط الأحمر وقبل نهاية السنة راح تكتمل جميع الخطوط القطرية. الآن الخطوط القطرية رجعت بأعداد المسافرين إلى ما قبل الحصار، فتخطينا هذه المرحلة خليناها وراء ظهرنا. ميناء حمد كمية البضائع المتدفقة، كمية البضائع الترانزيت فاقت كل التوقعات ووصلت إلى حد أن راح نعمل توسعة قبل البرنامج اللي أصلا مطروح كان للتوسعة المحدد للتوسعة. فهذا الحمد لله بفضل الله والمنة أن احنا تخطينا جميع هذه الأثار وتركناها وراء ظهرنا، وتركنا واهتمينا بالتنمية كما أوصانا سيدي سمو الأمير، وجلسنا نعمل من أجل قطر في التنمية سواء في مجال المواصلات أو في المجالات المختلفة. بالنسبة لمطار حمد الدولي، حصد هذا العام جائزة كواحد من أفضل 4 مطارات في العالم، والأعوام السابقة أيضا حصد عدة جوائز. مطار حمد الدولي الذي يثني عليه كل من يصل إلى أرض قطر، بداية من التعامل وإلى الخدمات اللوجستية بداخل المطار، هذا المطار والخطط المستقبلية له. لا شك أن مطار حمد حصد جوائز كثيرة، حصد أنه واحد من أكبر المطارات وأحسن المطارات في العالم رقم 4، لكن هذا الطموح لما شفت الربع في مطار حمد وكذا طموحهم لا يتوقف عند هذا الحد، فأنا متأكد أنه خلال السنوات الجاية راح يتقدم مكانة مطارنا وراح يكون على مستوى أعلى من هذا المستوى. لا شك أن المطار في حد ذاته هو تحفة فنية بكل المقاييس، سواء من الشكل أو من مستوى الخدمات، يعني لازم الشكل كذلك يكون جميل، لكن عندك مستوى الخدمات راقي جدا، والمسافر يعني يحس في متعة في المزاولة. هذا في كان عندنا نقاش قبل شوية مع مجموعة من المسافرين اللي هم ما كانوا يعرفون أن احنا مثلا من دولة قطر، وكانوا يتكلمون فعلا عن مطار حمد كواحد من أفضل الجهات اللي زاروها في العالم، فهذا يعني يسعدنا ونحس بالفخر من هذا المجال. لكن نوعدك أن مطار حمد مثل ما وعدوني القائمين عليه سعادة السيد أكبر الباكر الأخ بدر المير، أن خلال السنوات الجاية راح يكون ويحصد مجالات أكثر وجوائز أفضل في هذا المجال. لكن أبي أعلق على الجائزة، دائما الجائزة تكون في الناحية الجمالية أو ناحية، فيغفل عن المشاهد أو المتابع أن هذه الجائزة ترتكز على أساسيات أخرى، هي الأمن، هي السلامة، هي طريقة التفتيش، هي سرعة الوصول، يعني هي منظومة متكاملة حتى الجمارك مرتبطة فيها، فإذا كان في إخلال في واحدة من هذه المنظومات يختل التقييم. فدائما احنا الناس تركز على هل المطار جميل إذا بيفوز، لا، هو في نواحي أخرى مخفية عن الناس تدخل في عملية التقييم،
فإذا مطارنا وصل رابع مطار في العالم أو إن شاء الله في المستقبل من الأول، معناه أن أنت في كل الخدمات المواكبة لهذه المطار، من تفتيش، من سرعة إجراء، من تخليص معاملات، من جوازات، من أنظمة الأمن والسلامة، من فهذه منظومة متكاملة. بس أنا حبيت أوضح هذه النقطة لأن دائما يسألوني يعني عن الهيكل والهيكل الجمالي والتقييمات الأخرى تنسى، وهي مهمة جدا في عملية التقييم. يعني المسافر في النهاية له ما يراه فقط أمام عينيه ولا يعرف ما يدور خلف الكواليس. السؤال الأخير ليس ببعيد عن مطار حمد، وبخصوص ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصوص لجنة تسيير مطار حمد الدولي والجدل الذي ثار حولها، أترك لك المساحة لتوضح أكثر ما هذا الموضوع. صراحة أنا مثلك، أنا حتى بعض الشركات الفرنسية اللي جاوا حق الربع في هذا المعرض وسألوهم، وبعدين قالوا لي إن في بعض منصات التواصل أو قناة عربية ذكرت أن مطار حمد أوقف التوسعة وأجلها نظرا لعدم وجود ركاب. وأنا أؤكد لك أن التوسعة قائمة، أوكلت إلى شركة مطار القيام بالتوسعة تحت إشراف الدولة، وخلال الشهرين القادمين ستطرح المناقصة للمبنى بالكامل، والأيام اللي جاية هذه يعني يمكن بعد أسبوع أسبوعين أنا ما أعرف التوقيتات بالضبط راح تطرح مناقصات صغيرة لهذا المبنى. المبنى قائم، المشروع ماشي على التوسعة وحسب البرنامج المعد له إن شاء الله، وخلال الأيام اللي جاية راح نشوفه. لكن أنا أدعوهم يعني دائما حتى في منصات التواصل الاجتماعي يجب الاستماع إلى الأشياء الرسمية اللي تصدر عن الوزارة أو تصدر عن مطار حمد أو كذا. لكن أؤكد لك أن شركة مطار هي قائمة على توسعة المطار بإشراف من هيئة الطيران المدني ووزارة المواصلات والاتصالات، والمشروع قائم، وإن شاء الله التوسعة ستكون بمستوى وأفضل من القائم حاليا ليتواكب مع حصد الجوائز التي حصدها المطار، لن يكون بمستوى أقل من هذا المستوى. هذا ما نتوقعه، وشكرا لك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات القطري على هذا الوقت وهذا التوضيح. شكرا جزيلا لك وشكرا على اللقاء. إذن مشاهدينا، كان هذا اللقاء توضيحي لكل مجريات التطور في مجال المواصلات قطريا وتحديدا بالجناح الأكبر لها، الخطوط الجوية القطرية للطيران، والتي نبث من داخل إحدى صالاتها هنا للعرض في هذا المعرض في باريس. دمتم في أمان الله.